احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا شخص اصابته ازمه ماليه فنذر ان كشفها الله عنه ان يذبح خمسه من الابل فكشف الله عنه ذلك الا انه لا يستطيع الوفاء بنذر بنذر الدفعه واحده فهل يذبح واحدا تلو الاخر او ينتظر حتى يجتمع عنده المال ثم يقوم بذبحها جميعا لهذه الابل؟ إذا كان نذر أن يذبحها جميعا فإنه يلزمه ذلك وإن كان لم يذكر أو لم ينوي أن يذبحها جميعا فلا بأس أن يفرقها حسب الحاجة وحسب استطاعته نعم